تعالوا مع بعض نعمل ام علي. مقادير على الشاشه شفناها ولا نكمل؟ المقادير اهو، عجينه الملفي او عجينه الجلاش او عجينه الكرواسون دي موجوده، بتجيبيها تخبزيها زي الفل من غير اي ماده دهنيه، بتحطها في الفرن بتطلع معاكي بالشكل ده كده. ما عندكيش لا ده ولا ده، جيبي التوست او الكرواسون الساده، اوعى تجيبي اللي بالجبنه او بالزعتر، خلي بالك تتاكدي ان هو ساده. ده كرواسون عجينه الملفي اهي زي الفل، معاها شويه المكسرات، فول سوداني معاها، جوز الهند، ممكن فستق زي ما انت عايزه. طبيعي لما نشتغل في حلو شغالين في توم وبصل، بنغير كده الجلافزات بتاعتنا والسكينه بتاعتنا والحاجات دي كلها عشان نعمل حلو ايه خالي من اي ايه بصل ولا توم. بتجيب الكسروله التاديب دايما ام علي لما تيجي تعمليها، بتحطها في الطاجن او في البايركس اللي هتقدميه، او في طواجن صغيره كده بتتباع عند اخواننا اللي بيبيعوا الادوات المنزليه، بتجيبيها، انا بفضلها بكده بصراحه يعني، ونعمل لكل واحد الطاجن بتاعه الصغير بنفس المواصفات اللي انا هعملها دلوقتي. طاجن زي ده كده فخار حلو، ام علي دايما تحب الفخار، تاخد الطابع المصري اللطيف. هناخد العجينه دي كده اهي، شفت الصوت ده كده الله. شيف مغازي، نعم يا ست الكل. ام علي باكلها ببعض المطاعم في المناسبات وفي الافراح، ربنا يكتر مناسباتنا يا رب، قولوا امين. بتبقى طعمها كده مستطعمه المكسرات والعجينه ما بتبقاش معجنه، لانها يا ست الكل بتتعمل بنسبه وتناسب. يعني ايه؟ العجينه معانا هشه اهي اهي، ما تاخدش حليب كتير بقى، زي الفته كده بالظبط، لما تحط لها شوربه كتير العيش يعجن، تيجي تاكليه مع الرز ما تستطعميش العيش. فهنا لازم نظبط كميه الحليب اللي هتنزل على العجينه بتاعتنا دي كده عشان نستطعم عجينه الجلاش. الشكل ده كده الله الله. انا بقى ضد ان المكسرات تتحط على العجينه. امال هتعمل ايه يا مغازي؟ عندنا الحليب بيغلي على النار اهو زي الفل، ناخد المكسرات الحلوه دي كده، اذا كان فول سوداني، جوز الهند، زبيب، شويه فستق، شويه لوز يا مزاجه اللوز، شويه عين الجمل اللي عندك. مفيش مكسرات خالص تبقى انت احسن مني، هتبقى صحيه، بس المكسرات غنيه باوميجا 3، بتعلي الذاكره، بتقينا من الزهايمر، يعني مش هننسى الحبيب. حلو الكلام؟ شويه الفول السوداني ده مهم جدا، ونقلبهم مع الحليب بتاعنا والسكر، ولكن ما تنسيش شويه الفانيليا اللي بياخدونا في حته تانيه. سكر فانيليا، ونقلبهم مع بعض. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ حليب بقى كامل الدسم، قليل الدسم، زي ما انت عايز. الله، ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ بس شيف المغازي تركية كده حلوه ما بيحرمناش منها، ما احنا ماما بتعملها كده وحماتي بتعملها كده ومراتي حبيبتي بتعملها، ايه المشكله؟ ايه الجديد؟ خد الجديد من الشيف، هو ده. سنه بابريكا، الله عليك بجد والله يا شيف، على الحليب. جرب. شفت ده الجديد؟ هزودها كمان عشان خاطر حبايب. سنه بابريكا، بابريكا. هي دي، ده الجديد، شفت ده؟ هتخلي لك الحليب ده ايه له طعم كده، تاكل مع علاوه الثانيه وتقول هل من مزيد؟ ناخده زي ما هو كده. خلي بالك ام علي دايما بتتجهز الحاجات بتاعتها والكوشه بتاعتها دي، الكوشه يعني، والحاجات دي كلها، ويفضل انك انت تحط تصب عليها كل ده قبل التقديم مباشره. يعني قعدنا على السفره اكلنا شبعنا، بنقوم نعملها زي كاننا بنعمل كوبايه شاي. شفت المكسرات هنا دايبه عشان كبار السن لما ياكلوا منها. يا فندم. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ كبار السن لما ياكلوا من المكسرات دي هيدعوا لي. عارفين ليه؟ الفول السوداني بقى ني، يعني بقى ايه طري، خلي بالك، قصدي يعني بقى طري ما بقاش قاسى على السدان. الزبيب نفس الطريقه. جوز الهند نفس الطريقه. بلاش قشطه بقى، انا ضد القشطه، الحليب فيه دسامه، ليه قشطه؟ ممكن نحط مثلا للامانه يعني عشان اكل منها بعد ما اخلص مكعبين زبده،
معلقه سمنه اختياري يعني، وده اختياري برضه، بس انا بحب دايما ايه مكعبين زبده كده حلوين. اهو زي الفل اهو اهو. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ انا طبعا مش هدخلها الفرن دلوقتي لان في قرنبيط، ما ينفعش القرنبيط مع ام علي جوه هيتخانقوا. اه كل واحد هيقول لك بقى انا وبس في الفرن اهو، انا كبير القعده، بس ام علي طبعا دي لا يعلى عليها. ما تبص على القرنبيط قبل ما نطلع الفاصل بتاعنا، صلى على الحبيب. ايه الجمال ده؟ ام علي بسم الله الرحمن الرحيم. اه زي الفل. ام علي حاضر يا غالي يا محترم، والله انت ابن حلال ابن حلال. هي لونها اتغير شويه بس معلش ما تجيبهاش على الشاشه. ايه الحلاوه دي يا شيف؟ ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ ام علي. لا يا باشا، ده مالي الحلال ربك بيبارك فيه، انا بنهزر يا باشا. ابن حلال اهي. ام علي ام علي، الزبيب اتحمر شويه عادي، انا بحبه كده. ايه الحلاوه دي؟ ام علي تتكلم مصري اهي زي الفل وسخنه. طب السلطه بتاعي اغرفه بسرعه عشان مخرجنا ما يزعلش مني. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي.